أستاذ طارق، يعني شفت كلمة رئيس الوزراء إزاي؟ هي طبعا محاولة من الدولة إلى وقف النزيف اللي بيتعرض ليه الشعب المصري. خلينا نقول نوعية الأهداف اللي اختارها الجماعات الإرهابية هي اللي حددت لحد كبير الطريقة اللي مواجهتها. الأهداف كانت بيستهدف في الأول القوات المسلحة، سواء أجهزة أو أشخاص، يعني أشخاص بعينهم أو أماكن زي الكتائب أو الكمائن مش معلوم أشخاصها. وكان بيستهدف رجال الشرطة أيضا، إما أماكن زي أقسام شرطة مش معلوم أشخاصها مين، أو شخصيات بعينها بهدف القضاء عليها. وكان بيستهدف رجال القضاء فقط بالاسم بالتحديد. دول ثلاث أهداف رئيسية تخص الدولة، يعني أي دولة حديثة بتقوم على داخلية، بتقوم على جيش وقضاء وداخلية تحمي أمن المواطنين. لكن الاستهداف الأخير كان مقصود بالشعب المصري، مش مقصود بأركان الدولة. شعب كنسيج، استهدف المسيحيين في البطرسية، استهدف المسيحيين في العريش، استهدف المسيحيين في طنطا والأسكندرية. استهداف المسيحيين خطر شديد جدا على الدولة، على يعني المجتمع. استهداف المسيحيين مش بغرض المسيحيين، بغرض الوقيعة ما بين يعني عمل وقيعة ما بين نسيجي الوطن الواحد. كان مطلوب ان هو، او هو بيحاول يعمله حاليا علشان نفهمه، يضغط على مكون من مكونات المجتمع، طائفي له ديانة مختلفة، يضغط عليه لحد ما ينفجر. لانه هو لما يجد انه بيتلقى الضربات، يعني هذا صراع سياسي او صراع على السلطة او صراع ايا يعني كان اسمه، حتى لو اعتبرناه صراع لإقامة دولة اسلامية، ايه دخل المسيحيين فيه؟ ما بين مسلمين ومسلمين، يعني لو افترضنا ان مسلمين لا يقبلون الحكم الاسلامي ومسلمين يريدون ان يفرضوا الحكم الاسلامي، الفصيل المسيحي ايه دخله في الصراع ده، الصراع العقائدي ده؟ لو افترضنا ان ده صراع عقائدي، ولو انه صراع سياسي، ولو ايه دخل، ولو افترضنا ان هم دول اساسا يموتوا للاسلام بصله، يعني طبعا انا بتكلم، يعني انا بتكلم من وجهه نظر المسيحي، المسيحي المصري الامن اللي ملوش دخل في المعركه دي خالص. بيكتشف ان هو لما بيدخل معبده او بيدخل الكنيسه بتاعته او بيدخل المكان اللي هو بيتقرب بيه الى الله، بينفجر هو واسرته، او ان هم قاعدين في اماكن بعيده عن الاحداث فبيضطهدوا لا لشيء الا لديانتهم. استمرار الضغط عليهم متوقع، او ده كان هدف المجموعات الارهابيه، ان تولد غضب شديد جدا. الغضب الشديد ده مش هيتفرغ في الجماعات الارهابيه لان هم ما يعرفهمش، هيتفرغ في مين؟ في من يماثلهم او من يقابلهم في المجتمع، المسلمين اللي زيهم. مش رد فعل وبس، لكن هيولد احتقان. مع اول احتكاك ما بين المسلمين والمسيحيين في الصعيد هيبقى في مشكله، ده الهدف. مع اول احتكاك في اي مكان تاني مسلمين هيبقوا متضررين، المسيحيين متضررين جدا من اي كلمه ممكن تتقال، بالتالي المسلمين برضو عندهم احتقان فهيردوا على المسيحيين. ده كان الهدف الاساسي. لذلك يعني الحكومه شافت ان ده وضع خطر جدا. لما كانت الاهداف مقصود بيها الدوله، اركان الدوله، كانوا قادرين على مواجهتها بدون اللجوء لقانون الطوارئ. لكن لما بدأت الأهداف تزيد والسقف يعلى والخطر يشتد، أنا أعتقد أن هم خدوا الإجراء. إنما بين قوسين، حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ أو أي من كان اللي هيتطبق، التجربة قالت مش ده اللي أوقف جماعات العنف. اللي أوقف جماعات العنف إن تم يعني القضاء على الفكرة أو يتم مواجهتها فكريا. لكن فترة مبارك 30 سنة كان في قانون طوارئ أو يعني أقل، واستمرت الجماعات الإسلامية. طيب يعني احنا هنتكلم